حمد كان أكبر أولاد خليفة وكان أفشلهم في الدراسة كما يقال، حيث أنهى الثانوية العامة بصعوبة بالغة وبتدخل أميري قبل أن يتم إرساله إلى كلية ساندهرست العسكرية في بريطانيا. ولم يتمكن حمد من إنهاء الدراسة في الكلية المذكورة، حيث فصل منها بعد 9 أشهر ليعود إلى قطر ويصبح قائدا للجيش ووليا للعهد عام 71. تزويج حمد بموزة المسند شكل انقلابا في حياة حمد وفي تاريخ الإمارة، وكانت صفقة الزواج بين آل خليفة وآل المسند صفقة سياسية بالدرجة الأولى تهدف إلى وضع حد لطموحات آل المسند. ولم يكن الشيخ خليفة يتخيل أن ابنة خصمه ناصر المسند يمكن أن تدق المسمار الأخير في نعش خليفة نفسه. موزة دخلت إلى الأسرة كزوجة ثالثة للشيخ الصغير حمد بن خليفة الذي ارتبط قبلها بزوجتين من بنات عمومته، فقد تزوج حمد من ابنة عمه الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وأنجب منها ابنه البكر الشيخ مشعل، كما أنجب منها ابنه الثاني الشيخ فهد قبل أن يتزوج من ابنة عمه الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وأنجب منها أولاده خالد وعبد الله ومحمد وخليفة. وبدل أن تعيش موزة على الهامش كما رسم وخطط لها حماها، نسدت الشيخة خيوطها حول الشيخ الشاب غير المتعلم الطامح بخلافة والده الذي بدا وكأنه لن يموت، المتضايق من نفوذ أولاد عمومته الذين جاهروا بأحقيتهم بالحكم فسارع إلى الإفطار بهم قبل أن يتعشوا به. الشيخة موزة كانت الرأس المدبر لعملية الانقلاب، فقد لاحظت اهتمام الجد الشيخ خليفة بحفيده الشيخ مشعل باعتباره الحاكم القادم، وبخاصة أن والده الشيخ حمد المصاب بانهيار في عمل الكلى يمكن أن يموت بين ليلة وأخرى. لذا سرعت موزة عملية انقلاب على الجد قبل موت زوجها، وسارعت إلى اتهام الشيخ مشعل ابن زوجها من ضرتها الأولى بالتآمر مع جده على أبيه أي زوجها، فعزلته من جميع مناصبه العسكرية التي تقلدها بعد عودته من كلية ساندهرست البريطانية، ووضعته قيد الإقامة الجبرية بإشراف ولدها جاسم الذي يتولى إلى جانب منصب ولاية العهد آنذاك جميع الشؤون الأمنية في المشيخة بما في ذلك رئاسة المخابرات القطرية. وكان مصير الأخ الثاني الشيخ فهد مشابها لمصير أخاه الشيخ مشعل، فقد جرد من مناصبه العسكرية بعد اتهامه بالجنون وبدعم الأفغان العرب من خلال علاقته الوطيدة بأسامة بن لادن. وكان الشيخ فهد قد مال في أيامه الأخيرة إلى التدين فاتهم بالجنون، ثم تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، حيث اتهم بالتورط فيها لعلاقته بكبار الضباط الذين قاموا بها، كما اتهم بإجراء اتصالات سرية مع جده عندما كان مقيما ولاجئا في الإمارات بهدف استقطاب العائلات القطرية المقيمة في أبوظبي والتي كانت قد هاجرت إليها في الأربعينات والخمسينات بعد خلافها الشديد مع آل ثاني. بدأت الحكاية في يوم الثلاثاء الموافق 27 من حزيران عام 1995. كان الشيخ خليفة قد غادر قطر إلى أوروبا في رحلة استجمام كعادة كل أثرياء وأمراء الخليج الذين يهربون من حر الصيف إلى برودة أوروبا. ولم يكن الشيخ خليفة يعلم أن حفل الوداع الذي أجري له في مطار الدوحة كان الأخير، وأن الابن حمد الذي قبل يد والده أمام عدسات التلفزيون كان قد انتهى من وضع خطته للإطاحة بأبيه واستلام الحكم. في صبيحة يوم الثلاثاء قطع تلفزيون قطر إرساله لإعلان البيان رقم 1، وعرض التلفزيون صورا لوجهاء الإمارة وهم يقدمون البيعة للشيخ حمد خلفا لأبيه. وقيل فيما بعد أن المشاهد التي عرضت دون صوت كانت ممنتجة ومزورة. وقالت مصادر مقربة من الشيخ خليفة أن ابنه حمد وجه الدعوة إلى وجهاء الإمارة، وقام التلفزيون بتصويرهم وهم يسلمون عليه دون أن يكونوا على علم بما يجري، وهو الذي دفع ببعض الإعلاميين إلى وصف الانقلاب بأنه انقلاب تلفزيوني. وإذا كان الانقلاب التلفزيوني في قطر قد نجح في إيصال الشيخ حمد إلى حكم قطر، إلا أن رفض الأب خليفة القبول بالأمر الواقع ودعمه لعملية الانقلاب الفاشلة كشف النقاب عن الكثير من أسرار الحكم في قطر وعن علاقتها الدولية والإقليمية. فكما تمخض الانقلاب عن اعتقال 36 شخصا من المقربين للشيخ الأب خليفة
وتم الزج بهم في سجن بوهامور، وكانت تلك هي بداية الانهيار الجديد في الأسرة الحاكمة. فقد تبين أن عائدات النفط تذهب بالكامل إلى حساب شخصي باسم الأمير حوالي 10 مليارات دولار، وأن أقل من 20% من هذا الدخل يصرف على سكان قطر والأجهزة الخدمية فيها. وتبين أيضا أن للأمير حصة معلومة في جميع الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، وأن جميع رشاوى وعمولات صفقات العلاج والسلاح وخلافه تذهب إلى الأمير وأولاده. هذه الأسرار خرجت إلى العلن بعد أن قام الابن الذي كان قد شارك والده في نهب دخل البلاد من النفط والغاز، ثم استغل ذلك بعد الانقلاب عليه، حيث اتهمه بالسرقة والاختلاس، قام بالطلب رسميا من البنوك السويسرية بالحجر على أموال أبيه على اعتبار أنها تعود لقطر، وتم حل المشكلة وراء الأبواب المغلقة وبوساطات عربية بعد تعهد الأب بالامتناع عن القيام بأي تحركات مريبة أو الاتصال بمؤيديه في الداخل وموافقته على تسليم كبار معاونيه ممن كانوا آنذاك يقيمون في هيلتون أبو ظبي. الشيخ موزة وفقا لما تقوله مصادر قطرية مطلعة كانت عراب هذه الانقلابات في الأسرة الحاكمة، وقد نفذتها اعتمادا على رأس حربة من أبناء العائلة نفسها، ونقصد بها الشيخ حمد بن جبر آل ثاني وزير الخارجية. الشيخ المعزول خليفة هو خال الشيخ حمد، فزوجة خليفة هي أخت حمد، وقيل أن الأخت قطعت علاقتها بأخيها، بل وأصدرت بيانا داخليا في أوساط العائلة وزعته من مقر إقامتها آنذاك في أبوظبي، أعلنت فيه براءتها من أخيها حمد ومن ولديها عبد الله ومحمد اللذين انضما إلى أخيهما حمد في انقلابه على أبيه بعد أن وزع حمد الكعكة على الجميع، فمنح رئاسة الوزارة لعبد الله ونصب خاله وزيرا للخارجية في مشهد يعيد إلى الأذهان المسرحية الشكسبيرية الملك لير. وإذا كانت الشيخة موزة قد نجحت في تنصيب ابنيها جاسم ثم تميم لولاية العهد، إلا أن هذا لم يمنعها من تطوير علاقاتها ودورها في أوساط الأسرة الحاكمة حتى تضمن لابنها بعد وفاة زوجها وراثة الحكم، خاصة وأن للشيخ الصغير أكثر من خصومة، فأخويه من زوجات أبيه يطلبان المشيخة لأنفسهما، وعمه القوي الشيخ عبد الله يرى نفسه أحق بولاية العهد. لذا فتحت الشيخة موزة نافذة على واشنطن، وسابقت ابنها في أول زيارة قام بها إلى أمريكا بعد أن تولى ولاية العهد. وقيل يومها إن الشيخة تحاول أن تقدم نفسها كشيخة خليجية متحررة ترتدي الجينز وتخرج دون محرم ولا تضع العباءة والنقاب. زيارة ولي العهد إلى واشنطن تدخل ضمن محاولة الشيخ حمد استصدار شهادة حسن سلوك لابنه باعتباره الحاكم الجديد للمشيخة، خاصة وأن حمد يعلم أن الأوضاع الداخلية في قطر مرشحة للانفجار في أي لحظة، فإلى جانب تذمر كبار الضباط من الأوضاع الحالية، حتى أنهم أصدروا بيانا بتوقيع الضباط الأحرار، فإن الصراع قد يقع أيضا بين الأشقاء أنفسهم، خاصة وأن الشيخين مشعل وفهد يحظيان بحب وتأييد القطريين وبدعم جدهما وأنصاره وبعض أمراء الخليج. زيارة ولي العهد الجديد تميم الذي استلم بعد أخيه جاسم لأسباب غامضة إلى واشنطن، وقبل زيارة أمه موزة تهدف فيما تهدف إليه وفقا لشيخ معارض من آل ثاني إلى الحصول على ضمانة أمريكية بدعم الحكم الحالي سياسيا وعسكريا من خلال الوجود العسكري الأمريكي في قطر. وقد عرض مقابل ذلك تطبيع علاقته بإسرائيل وفتح أنابيب الغاز القطري على مصاريعها لإضاءة أوروبا وتحويل الوجود العسكري الأمريكي في قطر إلى وجود دائم يفوق عدده وإمكاناته الوجود الأمريكي في القواعد الأمريكية في البحرين. ومؤخرا تم إحباط محاولة انقلاب قادها قائد أركان الجيش القطري اللواء حمد بن عادل العطية استهدفت أمير قطر الحالي، وجرى بعد ذلك عزل ما لا يقل عن 30 ضابطا في الجيش القطري، فيما وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمساعدة عناصر أمريكية بلباس مدني شاركت في المداهمات والاعتقالات، كما أن قوات أمريكية انتشرت في شوارع الدوحة وحول المناطق والنقاط الحساسة بعد نجاح الانقلاب لفترة من الزمن في محاولة منهم لإحباطه. وجاءت الأنباء عن الانقلاب العسكري المحبط تزامنا مع بيان أصدرته شخصيات في العائلات الأميرية في قطر
رفقة سياسيين معارضين للنظام الحاكم الحالي، أعلنوا فيه عن عدم اعترافهم بشرعية الأمير حمد بن خليفة آل ثاني وتوليتهم لشقيقه اللاجئ في فرنسا عبد العزيز بن خليفة بن حمد آل ثاني إمارة دولة قطر. وتضمن بيان المعارضة القطرية الذي وقعه 66 معارضا سياسيا وشخصيات من شيوخ قطر والعائلات الحاكمة فيها، منهم 16 شخصية من عائلة آل ثاني الحاكمة، تضمن اتهامات خطيرة وبالجملة لأمير قطر الحالي، منها إقامة علاقات مع إسرائيل والعمالة للولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تشتيت الصف العربي، إلى جانب التورط رفقة عائلته وعائلة زوجته في قضايا فساد وظلم اجتماعي راح ضحيته الآلاف من القطريين. ولم ينسى موقعو البيان التطرق لزوجة أمير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حيث اعتبروا ظهورها الكثيف عبر وسائل الإعلام وبهندام مخالف للتقاليد في قطر اعتبروه بأنه مخجل، ليضيف البيان أن أبنائها قاموا باحتكار السلطات والظهور وفرضوا ظلما اجتماعيا على العديد من القطريين، مثل إجبار كبار التجار ورجال الأعمال على مشاركتهم في الأرباح وقيامهم بالاستيلاء على ممتلكات قطريين من عقارات من خلال التعسف في استخدام السلطة واستغلال عناصر الشرطة لترهيب ضحاياهم. كما تبنى الموقعون على البيان المبادرة التي أطلقت قبل أيام على موقع الفيسبوك على شبكة الإنترنت الداعية إلى إسقاط النظام القطري الحالي. كما كشفت مصادر من داخل الأسرة الحاكمة عن أن ما زاد من حدة الغضب في أوساط شيوخ العائلة الحاكمة تجاه الأمير الحالي هو شريط فيديو جرى تسريبه، يظهر فيه الأمير حمد يوثق عملية تحميل الطائرات الأمريكية من قواعدها في قطر بقنابل الفسفور الأبيض والذخيرة والمعدات العسكرية وإنشاء جسر جوي بين الدوحة وتل أبيب مرورا بدولة ثالثة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وقالت المصادر إن شريط الفيديو تم تسجيله من طرف ضباط قطريين كبار وتم تسريبه إلى بعض زعامات العائلة الحاكمة، ما أوجد حالة غليان ورفض للدور المزدوج والمتناقض الذي تقوم به دولة قطر في علاقتها العلنية الداعمة للفلسطينيين من جهة عبر ذراعها الإعلامي الجزيرة وتزويدها جلادها الصهيوني بأدوات قتلهم من جهة أخرى. طبعا لم يعد خافيا على أحد الرفض الشعبي المتزايد لوجود قواعد أمريكية استعملت في العدوان على بلدين مسلمين هما العراق وأفغانستان، إضافة إلى ارتهان قطر في سياسته الخارجية تنفيذ خطط اللوب الصهيوني الأمريكي. طبعا هذا يضاف إلى وجود أزمة ثقة بين قطر ومعظم الدول العربية التي ترى أن الإمارة تتآمر وتحرض عليها. يرافق كل هذا ما قالته المخابرات الأمريكية مؤخرا عن احتمال حدوث انقلاب في قطر يقوده رئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم على أميرها حمد بن خليفة. فإلى متى تتمكن أمريكا من المحافظة على استمرار الحكم حمد في قطر؟